اكبر ميزه للسيلفر ستين ان هي بتقدر تعمل ستيننج للريتيكولار فايبرز، بالتالي بتورينا البوردرز بتاعت السيلز كويس قوي. تمام، بعد كده هنرجع نقول نفس الكلام اللي قلناه في السوبرا رينال جلاند اتش ان اي. اول لاير عندنا اللي هي كونكتيف تيشو كابسول اللي هي بالعرض، تحتيها الزونا جلوميرولوزا اللي هي arranged in the form of arches or rounded clusters، بعدها عندنا الزونا فاسيكولاتا اللي هي arranged longitudinally، بعد كده الزونا reticularis اللي هي arranged in the form of irregular clusters، بعد كده بنروح نوصل للمظلة.